إناء برأس مال مخصص قدره 10 مليارات جنيه. وأكد رئيس الجهاز الوطني لتنمية سيناء على أن هذا الجهاز يتبع رئاسة مجلس الوزراء، وأن مهمته هي التخطيط والإشراف والتنسيق بين الأجهزة ومتابعة تنفيذ المشروعات على أرض سيناء. وأوضح رشوان أن هناك مهمة أخرى يحرص الجهاز على تحقيقها بالحفاظ على أراضي الدولة المصرية في سيناء بتملكها للمصريين فقط، حيث يتم تمليك المنازل في المدن بواقع جنيه واحد عن المتر المربع، وفي القرى بواقع 50 قرشا للمتر المربع. وإلى البورصة المصرية، والتي ارتفعت مؤشراتها خلال تعاملات الأسبوع المنقضي، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 1.9 مليار جنيه، لينهي الأسبوع عند مستوى 403.8 مليار جنيه. وألغى المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 على ارتفاع بنسبة 42%، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 2.6%. بلغت قيمة مبيعات الشركات التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية والمجمعات الاستهلاكية والقطاع الخاص بالمعرض السلعي لمبادرة أهل رمضان أكثر من 10 ملايين جنيه خلال اليومين الماضيين. وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية أنه يتم يوميا ضخ كميات كبيرة من السلع الغذائية والرمضانية في هذا المعرض، والذي يقام بمقر الصندوق الاجتماعي بمدينة نصر. وأوضحت الوزارة أن المعرض مستمر حتى الأسبوع الأول من شهر يونيو. استعرضت وزيرة الاستثمار داريا خورشيد مع ممثلي مجموعة أكتس، كبرى المجموعات الاستثمارية العالمية والمتخصصة في الاستثمار المباشر في الأسواق الناشئة، ملامح التحرك السريع في الملف الاستثماري. وأكدت خورشيد أن المستثمرين على دراية بأهمية مصر كسوق ناشئ واعد في العالم لديه مقومات جذب. وذكرت وزارة الاستثمار أن مجموعة أكتس أعربت عن رغبتها في التوسع في نشاطها الاستثماري في مصر في مجال الطاقة المتجددة. قال وزير الطاقة السعودية الجديد خالد الفالح إن شركة أرامكو الحكومية اكتشفت حقولا جديدة للنفط والغاز العام الماضي، وإن المملكة ملتزمة بمواصلة الاستثمار في قطاع الطاقة بها، وذلك لتغطية الطلب المستقبلي. وأضاف الفالح أن الشركة حققت مستويات قياسية من إنتاج النفط والغاز على الرغم من تدني أسعار الخام. وحذر وزير الطاقة السعودي من أن تراجع الاستثمارات من قبل منتج الطاقة يثير المخاوف حول ظهور دورة أخرى من نقص المعروض، ومن ثم تعريض الأسواق لدرجة أكبر من التقلبات. قال محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي أحمد الخليفي إن المملكة لا تنوي تغيير سياسة سعر الصرف، وأرجع الخليفي المضاربات التي يشهدها الريال حاليا إلى تكهنات السوق باحتمال تغيير السياسة بسبب انخفاض أسعار النفط. ويشكل ربط الريال بالعملة الأمريكية عند 3.75 ريال مقابل الدولار يشكل حجر الزاوية في سياسة المملكة منذ عام 1986. تباطأ نمو الاقتصاد الأمريكي في الربع الأول من العام، حيث أعلنت وزارة التجارة في ثاني تقديراتها للناتج المحلي الإجمالي أنه ارتفع بنسبة 8% على أساس سنوي مقابل 5% فقط في القراءة السابقة، وهو أضعف نمو منذ الربع الأول من العام الماضي. كما أعلنت الحكومة عن انتعاش أرباح الشركات بعد خصم الضرائب، حيث زادت 6% في الربع الأول بعدما هبطت بنحو 8.4% في الربع الأخير من العام الماضي. أعربت الصين عن اعتراضها القوي على التحقيقات التي تقوم بها اللجنة الأمريكية للتجارة الدولية حول شكاوى من قيام شركات صينية بتثبيت أسعار الصلب. ووصفت وزارة التجارة الصينية إجراءات المعالجة التجارية التي تقوم بها الولايات المتحدة بأنها نوع من الحمائية. كانت اللجنة الأمريكية التي أعلنت الخميس أنها ستقوم بالتحقيق في شكوى للشركة الأمريكية للصلب في بيتسبرغ، والتي ادعت أن صانعي وموزعي الصلب الصينيين تآمروا معا لتثبيت الأسعار وسرقوا بعض الأسرار التجارية، كما حرفوا معلومات خاصة بأصول صادراتهم للولايات المتحدة. مشاهدينا، كانت هذه أخبارنا الاقتصادية في بانوراما الرابعة، وعودة إلى أخبار السياسة مع زميلتي سحر صبري وإمام منصور. شكرا محمد.
أكد الرئيس الأمريكي باراك أوباما خلال زيارته التاريخية إلى مدينة هيروشيما اليابانية على أهمية العمل من أجل الوصول إلى عالم خال من الأسلحة النووية. ووضع أوباما إكليلا من الزهور عند النصب التذكاري للسلام في هيروشيما، وهذه أول زيارة يقوم بها رئيس أمريكي خلال فترة رئاسته للمدينة التي دمرتها قنبلة ذرية ألقتها الولايات المتحدة في عام 1945. We stand here. نقف الآن في وسط المدينة لنتخيل اللحظة التي سقطت فيها القنبلة الذرية، ونشعر بالفزع الذي شعر به الأطفال حينها، ونتذكر كل الضحايا الأبرياء الذين لقوا حتفهم في تلك الحرب المروعة والحروب التي قد تأتي في المستقبل. الكلمات لا تكفي للتعبير عن حجم المعاناة الحقيقية لهؤلاء الضحايا، لكن علينا مسؤولية مشتركة أن نعمل على عدم تكرارها مرة أخرى. أعربت الصين عن استيائها الشديد من بيان قادة المجموعة بشأن بحر الصين الجنوبية، حيث تتنازع بكين على السيادة مع عدد من دول جنوب شرق آسيا. كانت مجموعة الدول السبع الكبرى قد طالبت في ختام قمتها التي استغرقت يومين كوريا الشمالية بألا تجري المزيد من التجارب النووية. كما أدانت المجموعة روسيا لضمها غير المشروع شبه جزيرة القرم من أوكرانيا، وهددوا بمزيد من الإجراءات ضد موسكو. ما زال الإرهاب الذي طال معظم دول العالم وسبل مكافحته هو الشغل الشاغل لقادة العالم، حيث أكد قادة مجموعة الدول السبع الكبرى في ختام قمتهم الذي احتضنتها مدينة إيسيشيما اليابانية على ضرورة رفع مستوى التعاون لدحر هذا الخطر. الدول السبع الكبرى عززت من إجراءاتها لمواجهة الإرهاب، وذلك عن طريق تبادل المعلومات وتعزيز السلامة الجوية ومكافحة جميع ما من شأنه تمويل الإرهاب، وهذا يفرض علينا تعاونا على أعلى مستوى لاقتلاع الإرهاب بجميع صوره بل وتجفيف كل منابعه. النزاع الروسي مع أوكرانيا كان حاضرا على طاولة القادة الكبار، فقد أدان زعماء مجموعة الدول السبع الكبرى ضم موسكو غير المشروع لشبه جزيرة القرم من أوكرانيا، وهددوا بمزيد من الإجراءات ضد موسكو، لكنهم قالوا إن العقوبات قد يجري تقليصها إذا نفذت موسكو اتفاقيات مانسك واحترمت السيادة الخاصة بأوكرانيا. وقبل نحو شهر من الاستفتاء المقرر في بريطانيا في يوم 23 من شهر يونيو القادم حول خروجها من الاتحاد الأوروبي، أكد القادة السبع أن خروج بريطانيا من الكتلة الأوروبية سيهدد النمو العالمي، وهو ما أيده رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون. لست وحدي الذي يقول أن هناك مخاطر اقتصادية ستتحقق جراء خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. هناك إجماع واسع يشمل عددا كبيرا من الخبراء والأكاديميين الذين يؤكدون ذلك، وأعتقد أنه ما دام هناك اتفاق كهذا إذن فإنه يستحق أخذه في الاعتبار والإنصات له. الأعمال الاستفزازية لكوريا الشمالية كانت حاضرة وبقوة على طاولة زعماء مجموعة السبع، وما دفعهم إلى مطالبتها بوقف التجارب النووية واختبارات إطلاق الصواريخ والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي. وبدون ذكر الصين بالاسم، جددت مجموعة السبع التزامها بالتسوية السلمية للنزاعات البحرية واحترام حرية الملاحة البحرية والرحلات الجوية فوق المنطقة، ودعت الدول إلى الامتناع عن أعمال منفردة قد تزيد من التوترات وإلى تسوية النزاعات بالوسائل السلمية. أعلن رجل الأعمال دونالد ترامب حصوله على العدد اللازم من المندوبين ليفوز بترشيح الحزب الجمهوري في الانتخابات الرئاسية الأمريكية المقررة في نوفمبر 2016 في تتويج لحملة غير تقليدية استمرت نحو عام. أصبح ترامب المرشح المحتمل للحزب الجمهوري في وقت سابق من هذا الشهر عندما خرج المنافسان الآخران له من السباق، لكن تأمين عدد المندوبين المطلوب ينهي بشكل عملي الحملة الانتخابية التمهيدية لترامب، والتي تمكن خلالها من التغلب على 16 مرشحا آخر في الحزب الجمهوري.
اندلع من جديد بركان جبل سينابونغ في منطقة سومطرة الواقعة شمال إندونيسيا، مؤثرا على قرية سوكاندي الواقعة على بعد 6 كيلومترات فقط. أضل بركان جبل سينابونغ الذي يبلغ ارتفاعه 2600 متر في منطقة كارو خامدا لمدة 4 قرون قبل أن يظهر للحياة مرة أخرى في أغسطس عام 2010. والآن نتحول لمتابعة أخبار الرياضة. نتحول إلى مصطفى مزار. شكرا لك منصورة، شكرا لك سحر صبري. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في هذه الوقفة الرياضية وفيها بعد هذا الفصل. تعيين البرتغالي مورينيو مدربا لمانشستر يونايتد لمدة 3 سنوات بداية من الموسم المقبل. أعلن الدكتور خالد العناني وزير الأثار إعادة افتتاح هرم أوناس بمنطقة سقارة الأثرية ليستقبل زواره من جديد بعد 20 عاما من إغلاقه. يعد هرم أوناس من أهم الأهرامات المصرية، حيث توجد به نصوص الأهرامات التي وجدت لأول مرة في تاريخ مصر القديمة. بعد إغلاق دام 20 عاما افتتح خالد العناني وزير الأثار هرم أوناس وثلاث مقابر أثرية من عصر الدولتين القديمة والحديثة بجبانة سقارة بحضور عدد من مديري البعثات المصرية والأجنبية العاملة بمصر ووفد من مديري المعاهد الأجنبية للأثار ووفد آخر من وزارة الأثار. We opened for the first time a new kingdom private tomb. افتتحنا لأول مرة مقبرة المملكة الحديثة الخاصة، وأعدنا افتتاح مقبرتين للمملكة القديمة، وافتتحنا لأول مرة منذ 20 عاما هرم أوناس الذي يحتوي على نص تاريخ الهرم. العناني أشار إلى أن افتتاح هرم أوناس والمقابر الثلاثة هو ثمار للتعاون المشترك بين وزارة الآثار والبعثات الأثرية المصرية والأجنبية العاملة في مصر، لافتا إلى أن المرحلة القادمة ستشهد تعزيز سبل التعاون فيما بينهم في إطار الضوابط والمواثيق الدولية والقيم العلمية والأثرية والأخلاقية والمعمول بها، بما يضمن تحقيق النفع الأكبر للطرفين. العناني أوضح أيضا أن هذه الافتتاحات تأتي في إطار الخطة التي تتبعها الوزارة لفتح مزارات أثرية جديدة لتنشيط حركة السياحة المحلية والعالمية والوافدة إلى مصر والترويج أيضا لها، الأمر الذي يعد خطوة نحو استعادة مصر لمكانتها العالمية بين الدول كقبلة للسائحين. ومن أمام هرم أوناس شارك وزير الأثار ومجموعة من الأثريين المصريين مع رؤساء المعاهد الأثرية والأجنبية في مصر في وقفة حداد على أرواح شهداء الطائرة المصرية المنكوبة حاملين الشموع. وفي ختام هذه البانوراما الإخبارية إليكم عناوين الأخبار. الرئيس السيسي يوجه بمحاسبة المتسببين في أحداث المنيا، وداخلية تعلن ضبط 10 متهمين. لندن ترسل سفينة حربية للشواطئ الليبية وتحذر من خطورة الأوضاع في ليبيا. غارات مكثفة للتحالف الدولي على مواقع داعش في سوريا وقتلى وجرحى في غارات على ريف حلب. وصلنا وإياكم إلى ختام هذه الساعة الإخبارية. إلى اللقاء.